في سؤال: هل اي حد يقدر يشوف 6 على 6؟ وهل اي حد بيستخدم نظارة او لابس نظارة يقدر يشوف 6 على 6؟ زي سؤال في الحلقة السابقة من البرنامج الكريم 6 على 6، كان المتصل بيسأل عايز نظارة تخليه يشوف 6 على 6 او 6 على 9 عشان يقدر يعدي وينجح من امتحان سواقة العربيات. في الحقيقة 6 على 6 زي ما قلنا هو مقياس لقوة النظر او البصر، لكن مش هو الوحيد اللي بيحدد اذا كانت العين سليمة او مش سليمة، كويسة او مش كويسة. يعني في اشخاص او في ناس ما تقدرش تشوف 6 على 6 بالعينين، يعني عين تشوف 6 على 6 وعين لا، من غير حتى ما يلبسوا نظارة. وفي ناس تانيين حتى هم لابسين نظارة ما يقدروش يشوفوا 6 على 6. طيب ايه السبب؟ في سببين. السبب الاول ان العين فيها اجزاء شفافة زي القرنية وزي عدسة العين. الاجزاء الشفافة ديت لو حصل فيها اي مشكلة اثرت على الشفافية بتاعتهم او اثرت على الرؤية، بيكون للأسف صاحب المشكلة صعب يشوف 6 على 6 في بعض الاوقات. ممكن يكون سبب مؤقت، يعني يتم علاجه اما بالادوية او بالجراحة ويرجع تاني يشوف، واما ما يقدرش يرجع تاني يشوف 6 على 6. السبب التاني ان العين فيها اجزاء عصبية متصلة بشكل مباشر بالمخ والجهاز العصبي وبالدماغ، وبالتالي اي امراض او اي حوادث بتتم او بتحصل على الدماغ او على المخ او في الاعصاب ممكن قوي تأثر على الرؤية وعلى العين، وتخلي صاحبها لإما مش قادر يشوف 6 على 6 حتى مع النظارة، لإما ممكن يكون شايف 6 على 6 بس مجال رؤيته نفسها ضعيف، مش قادر يشوف كل المساحة اللي قدام عينيه. يبقى النظارة مش هي الوحيدة او مش هي الحل لوحده اللي تخليك تشوف 6 على 6. لو في اسباب تانية عضوية في العين هي المسؤولة ان هي كلها تكون سليمة، الاجزاء الشفافة والاجزاء العصبية، عشان تقدر تشوف 6 على 6.